احبتي مشاهدي قناه المصيف، الله يا رمضان كريم علينا وعليكم متابعين. طبعا اليوم حلقتنا من برنامج مطبخ الموصلية، اهلا وسهلا بكم، رمضان كريم علينا وعليكم، كل عام وانتم بألف خير. شيف اليوم شنو راح تكون اطباقنا اليوم؟ عندنا ورق العنب راح نقدم. طبعا ورق العنب يعني من اساس المطبخ الموصلي. نعم. وبعدد انواع راح نقدمها، يختلف ورق العنب يختلف عن الدورمه. نعم. تقريبا هو نفس الحشوه احنا نسويها، بس راح نسويها بطرق عده، يعني منها على الضلوع. نعم. ومنها على الرمان، ومنها على الباقله. وطبعا راح يكون عده ثلاث انواع. طبعا هو ورق عنب المكون الاساسي، التمن، اللحم، الثوم، المعجون، دبس الرمان، والملح. راح نقدمها. انا هنا الطبق الاول او الصنف الاول اللي راح اسويه على الضلوع، سالق الضلوع مقطعها على 100 غرام 150 غرام. نعم. سالقها ومخليها هاي تنقلي. فاليوم راح اسوي انا راح اقدم الورق العنب بالفخار. بالفخار. بالفخار يعني مو بالجدار العادي. نعم. عرفت شلون؟ يعطي نكهة احلى طبعا 100%، لان على مطبخ موصلي طريقه قديمه. طبعا طبعا. هنا راح جبنا قدر. ايش قد نحتاج تمن تقريبا؟ والله يعني انا راح اشتغل كميه يعني اكثر من كيلو، يعني ثلاث اطباق راح تكون، لان يعني كثيره عندنا الحشوه راح تكون. راح اثرم لحم، جايب لحم مال هوش. لحم راح يكون من الاغنام من البقر؟ لا لا، هبر. هبر حولي. هبر حولي. او الهوش. ما بي يعني ما خلي طرف او فد شيء. لا لا لا، ما خلي. يكون خالي. خالي. يفضل يعني ما يكون لحم مسروم، دائما يكون اللحم بالتقطيع اليد. ما راح يبقى طعم، المسروم ما ينطلع. طعم اكثر. لا لا ما ينطلع، سرم اليد اطيب. وطريقة قديمة ايضا، يعني وطريقة قديمة. طريقة التحضير على هلا طبعا، اهلنا واجدادنا وجداتنا، احنا لا ننسى طبعا. نسميها مال اهلنا. ما يكون ناعم عادي يعني. هو هالحجم. حتى شنو؟ لأنه ورق العنب تكون قطعة صغيرة. نعم. إحنا ما نريد، لأن هذا ما راح نعطي مجال للنضوج. نعطي. الضلوع تكون من اللحم البقر. لحم الغنم أقصد. وأنت قلت إنه كل سابقاً كل سلكته. إيه. وبعدين خليه يتقلى. ايش تفرق ورق العنب على الدولمه عامه؟ الدولمه تكون مشكله. نعم. والرئيسي يكون سلق. نعم. اللف مالتها. وطبعا تفرق الورق عنب واحد يتقدم، واذا تقدم الدولمه يتقدم ايضا بطريقه. الدولمه لها احكامها، يعني لها شغلات ما تقدرين تبعدين عنها، مثلا شنو اقول لك؟ الخضروات. الخضروات الرئيسيه تترمين ويا الحشوه خضار، يعني اكو شغلات. اضافه الورق العنب يكون اللحم خالي من الشوائب. نعم. تمام. وما تضيف الى الخضروات الموجوده بالدور. دائما يفضل انه ورق العنب يكون تحضيره بالفخار يحبذ؟ لا لو عادي يعني حسب الرغبة. احنا نقدمها بهالطريقة، نشوف العالم اللي ما تقدر مثلا نقدمها بالفخار. بالفخار بها نكهة غير، طعم تتأخر بالاستواء، ولكن تنطينا طعم نكهة غير، يعني غير نكهة تنطينا. طيب قديما جداتنا ماكو طبعا هذا الطباخ الغازي، يشتغلون على الفافون. نعم. وعلى كان قبل على النحاس قبل. نعم. ما يطلع الفافون اصلا، يعني كان الجدار تكون على النحاس اللي احنا نسميه بالعاميه الصفر. نعم. لا ننسى ايضا عندنا البريمز كان حضره. طبعا. اول مره كان على الفحم، بعدين تطور على الحطب، بعدين الفحم، بعدين البريمز.
يعني تختلف النكهة مثل ما أنت تحدثت قلت إنه بالفحم وبالحطب كانت وبعدين عدنا بالبريمز بعدين على الغاز صارت. صحيح. بس رأيك أنت؟ والله كل شيء ما له إن القاب الأطيب. يعني على الحطب طيب تكون. كلها أطيب. لازم أخلي زيت؟ أنا أخلي زيت. إن شاء الله. خلاص بتخلي. بس راح أقلب الضلوع. لازم الضلوع نقليها. إيه حتى تأخذ لون. ما خليته عندنا. بدأت تقريبا تتحمص يمكن الدولمة على الضلوع تكون أطيب وتكون النكهة مالته يعني تحبذ لدى ربة البيت طبعاً هنا راح أضيف شفتها معلومة ينطي النكهة ايش قد يعني اكو ثوم تكون اطيب طبعا اكو منهم يحبون انه الدوم تكون ثوم مال اكثر يعني مو كثافة هي حسب الرغبة حسب ربة ما تقدمه ربة المنزل كون أساس الفلفل هو ينطيها النكهة والرائحة طبعاً هنا راح أضيف دبس الرمان دبس الرمان إيش قد الكمية اللي نضيفها تقريباً؟ قدر هاي الكاس الصغير نعم ربع بطل وضعتها ربع بطل تمام هاي الكمية اللي نحضر إحنا نحضر لنا ثلاث أطباق أنا راح أبدأ أرفع هذا حتى لا يتحمص عندي راح أبدأ أخلط المكون تحبذ انه ما تكون المعجون بها كميه كبيره اي يعني لازم تكون وسط لان راح يطغي على غير شيء لان ضفت دبس الرمان ضفت دبس الرمان فاذا كانت كميه المعجون اكثر راح يطغى عندي على غير شيء بعدين والطعم ايضا راح يكون مختلف طبعا يعني دبس الرمان يعطي طعم والشكل ايضا الشكل يغير الشكل الوصفه راح هسه احنا نشوف تقريبا هو كان حمار هسه بدا بين الحمار تغير راح تغير النظريه ورا البني تقريبا الورق العنب سابقا اذا نرجع الى اجدادنا وجداتنا كان طيب انه ننتظرهم نسوي الورق العنب اي مو يزرعوه كله بالبيت كان مزروع يجيب حوشه ويجيب راسا يسويه يعني يشتغلون به فريش هسه ما ماكو هذا الشيء قليل هسه متوفر يعني حاليا بالاسواق تقريبا خلطه اكتملت يلا راح نجيبهم طبعا اول شيء نسوي راح من نشتغل شوف ما بيها وجهين نشتغل على هذا الوجه نشتغل ابو حميد لازم نشوف سهلة جدا ودائما يقولون من يسوون نسوان الدوم يقعدون يحجون هواي يعني هاي المقولة منطبقة على الكل
شوية بس أوديها قوة طيبة. لازم؟ إيه قوة طيبة تطلع لنا شيء تمام. ليش اغلب الرجال ما يحبون الدوم برايك؟ سؤال اه ما اقدر لان انت رجل يعني قاعد اسالك عليها السؤال ليش؟ يعني يقول ما يحب الدوم ما احتمال ما يحب مرأة زوجتها مثل مصلاوي قديم هذا الكلام هو صحيح هذا الشيء؟ ما لا جواب تعليق ماكو تعليق؟ شوية قطع كبار ما هذا صار احنا نحاول بان نشتغلها اصغر الورق الورق كان بكمية نشتغلها اصغر حتى يطلع عندنا احلى التقديم حاولين من صغيرها أمشي يعني هي كثرة الحشوة اللي تفتحها دائما ما تكون متماسكة شوف أهالي مدينة الموصل أو ربات المنزل يحبون دولمة ورق العنب أكثر من الدولمة العادية دخلت عندنا هسا هي قديمة موجودة ولكن هسا ورق العنب صار مرغوب أكثر من السلك يعني السهولة لو شنو السبب صارت أرغب يتقبل الطعم مالته يتقبل الداخلين عليه أكثر أمور يعني الطعم؟ الأساس أي الورق العنب يتقبل يعني يتحمل الطبخة تتحمل عنده بأنه داخلين عليه كثير أمور يعني مثلاً عرفت شلون؟ مثل شنو يعني؟ مثلاً سنة راح نضيف الرمان راح نضيف الباقلة يعني زين الدولمة العادية يعني هم تنضاف لها هاي الشغلات؟ مو مثل ورق العنب بدها تكون دهينة. إيه. أعزائي المشاهدين فاصل وراجع لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل طبعاً رجعنا نكمل اللف لف الورق العنب شوف شنو اللي راح تكمله بعد. هنا مثل ما قلنا خلينا الدهن وخلينا الوضوء بعد تكمل شوفين ايه بعد تمام راح نكمل اللف بعد حتى نخليها على النار Thank you.
تقريبا هذا انتهينا منه. انتهينا من الطبق؟ ايه تمام. هذا الضلع كان عندنا. هذا الضلع اشتغلنا. ان شاء الله الطبق الثاني ايش راح يكون؟ خليه ما راح يعلق. النار دائما تكون هادية. لا مو هذا بس مجرد ما يغلي. نعم. عندنا راح نقوم خليه على نار هادية. خليه على نار هادية. تمام. جبنا ستيل نخرج به. هذا اللي صغير الستيل. الستيل اللي صغير ذاك 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 اللي صغير. راح تكون للفوق خلي مي. هذا تمام. يعني دبس الرمان راح يكون بالخلطة ويكون بعد بعد الخلطة أيضا. رشة فلفل أسود. إحنا دائما نقول بحلقاتنا إنه المي الحار نحضره. لا الدور مهم. حتى نقدر نستعجل. إلا دور مهم. ماء الحار إلا دور مهم أساسي. ورق العنب أشوف المواد اللي فيه دائما كلها طبيعية. يعني ما عندنا مثلا الليمون دزي انت خليته هنا دبس الرمان. دبس الرمان انا خليته. او خلي لي هنا رمان ايضا بالطبق الثاني. طيب. تغطى لها بالدبس كامل؟ لا ما غطيها بالكامل. غطيها بالكامل. ما غطيها بالكامل راح تطفى. بس خلي اضيف هذا بعد اضيفها عليها بحيث يذوب المعجون كلها معجون الطماطم يذوب عليها. بعدين نغطي. هسه خليها تستوي. تستوي تمام. هذا انتهينا منه. تبتدي تحضير الطبق الثاني. هنا انا عندي اشتغلت باقله معلبه عادي يعني معلبة أو تكون مسلوقة يعني أنت تقدر تحضرها ربة مسلوقة أو أي تمام مسلوقة جاهزة وجبتها هيك ناعمة بهذه الطريقة تمام. راح نبدي نلف يعني حتى بالطعم طعمه تفيدني الشكل عمودي ايه تفيدني باللون يعني هذا نحضر الطبق واحد ايه. اذا كان اكثر يعني مثلا اكثر من فرد راح يعني عادي تكون بهالشكل تكون حسب اللي قدم الاطباق لا اذا كانت عمودي ايه. تقدر ربط تنزل ايه. تستخدم الطابخ ثاني ايه. تقدر ايه. تقدر بكل سهوله شنو لازمها كلها قطع صغار ايش قلت تكون صغيره ايش قلت تكون مرتبه يعني حاول احنا يعني بنلف الصغر الصغر ها تبي تشوفي بس ايش تقريبا شكل البقشه لا ما نحاول نشوف يعني هو اصلا الفخاره هذا صغار جايبها يعني مال شخص واحد نعم تكفي Thank you.
برأيك تفضل ورق العنب أم الدوم العادي؟ أنا؟ يعني ربات المنزل. مو شوفين هسه يمكن طريقة الورق العنب يمكن أسهل. أما الدولمة العادية تحتاج خضروات. حالة الباكة الدولمة العادية. التحضير وقت الطقوس طقوس أنا أحس بها طقوس. والله. يعني دائما تفضلون بالبيت أيضا ورق العنب؟ إيه. يعني والدة تفضل ورق العنب؟ مو شوفي الورق عنب مو قلت لك داخله على على الأكل، لا طبعا هو الدولمة تجي بالمرتبة الأساسية لأن تتقبل كل شيء تخليه بيها. ورق عنب بيه تحكيمات هم. مثلا اكو طبق ورق عنب تسويه موجود إن شاء الله احتمال بالحلقات القادمة راح نسوي مقبلات باردة احنا نسميه. يتقدم بارد يتقدم ما يكون حار. شرايح ليمون ونعناع. ما يكون حار. ما يكون حار. هو يعني نفس الطبق بس يعني طريقة التقديم تكون مختلفة. أكو يسووه مو على هذا الشكل، شكل البقجة. أي هاي تفضل يعني شكل ثاني للف حسب ربة المنزل تحبه طبعا. بس الأغلبية بهذا الشكل. الرولة. إذا كان ورق العنب مقطع بهذا الشكل يعني أضيف فيه قطعة ثانية عليه. تمام. يعني إذا عانت ربة المنزل من هذا الشيء أضيف قطعة ثانية حتى تقدر تلف. كنا بالبداية لما نشتغل الورقة تكون العروق مالها من جوا. ليش؟ شو السبب؟ حتى تستوي ويا التمر. تمام. يعني اللف مو يكون من النهاية. لا تكون من البداية. لا يعني الوجه مالها شوفي هذا الظهر مالها. دائما تفضل. الظهر هذا العروق مالها من جوا هذا شوفي. أنا عاد أستخدم أنت تستخدم بهاي الطريقة. يدوين زين. باقي المحافظات شو يسمون هاي ورق العنب؟ لا هي اغلبيتها ماشيين على دولمة على السوري. يالنجي. يالنجي. زين اليبرق شنو مصلاوي؟ ايه يعني بالموصل يسموه يبرق. يبرق. هسه اذا نروح لجداتنا ما نسميه لا ورق عنب ولا شيء. صح يبرق. بغداد هو اكثريته يالنجي يسمونه. يالنجي. يقدموه نفس ما يقدم بالطريقه الموصليه ولا تكون مختلفه؟ طبعا بها اختلافات. مثل شنو؟ الشغلات يعني بها اختلافات، هواي بها اختلافات. يعني طريقه التحضير قصدي؟ ايه. والتقديم ايضا. بس احنا مثل ما نقول المطبخ الموصلي هو الغالب على المطبخ العراقي عامة. ايه. تقريبا احنا انتهينا احنا من هذا الطبق. ايه. حتى نبلش طبق الرمان. اكثر شيء يحبذ على الضلوع لو بالرمان لو حسب ورق العنب. احنا نشتغل اطباق نشوفها يعني طبعا الضلوع اللي بيها لحم طبعا راح تكون غير طعم. هذه شغله منتهيه منها اكيد. طبعا انتهينا. اكتمل. اكتمل عندنا الطبق. ما راح يكون به اضافه؟ لا بس راح نضيف عليه. الله يحفظك.
شوفين تمام شلون صار عندنا ما شاء الله. نخليه يقلي شويه ينضف الدهن. حلو هذا كيف صارت. راح ايضا نسوي الصوص مالته. الصوص دائما يكون معجون الملح والفلفل الاسود وفلفل اسود ودبس الرمان اضيفه بعد ستاندر. دبس الرمان ايضا اضيفه. لا هاي ما راح اضيفها وايد دبس الرمان لان هاي اشتغلناها يعني اضفنا عليه شويه سماق. الطبق اللي بيباقي له ما اضيف الى دبس الرمان. ليش؟ مو احنا ضفنا بالصوص اصلا بالخلطه. لا يعني لان بالغليان. لا 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 ما راح اضيف. شنو اللي يصير اذا مو راح يضرب عندنا؟ احنا عندنا ال عادي عندنا السماق ضفناه تمام بس تغطى يعني ما بالكامل تخلي الماي. قياس هنا طبعا لازم دوسه. اجدادنا يستعملون الحجر رزوز يسموهم بس الاغلبيه تستعمل صحن العادي. صح انت ما راح تستعمل مبزوز او شيء. الرمان نفس الطريقه طبعا بس راح نضيف الرمان. اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا رجعنا نكمل ويا شيف فارس وأطباق اليوم. كملنا طبق الرمان. نعم بعدين نفس الرمان شكل فتشي شكل فتشي. انتهيت من هاي الأطباق أشيله. أي طبعا اللي بالرمان الشكل ماله كلش رائع. بعد الطعم شو راح يكون؟ طعمي خبل راح يطلع لنا من وجهك. لازم تغطي بالسيفون. اي مو هذا يعني فخار يعني. حتى طريقة حتى السرعة أنا قصدي على السرعة. شو نعرف إنه هي بدأت تستوي؟ توقيت 20 دقيقة تقريبا 20 دقيقة 25 دقيقة 20 افتحيها تتأكدي منها تتأكدي منها ترجع لي. اهم شيء صارت على نار هادية طبعا بعد ما تبدا تغلي على نار هادية. اذا تشوفين انا منصيهم نعم على نار هادية صارت. هنا طبعا انتهينا منها تمام. هذه كلها المواد انتهينا منها. واهم شيء نظافه المطبخ هذه يعني شيء مهم حتى لا تصير خربطه بالمطبخ. طبعا حتى واحد يقدر يعرف ايش يقدم وش يسوي. اذا كان المطبخ كلش شيء فوق شيء والوسخ طبعا يعني اشوف اول شيء اهمال، ثاني شيء الطبق ما راح يكون مرتب، ما تعرف ايش راح تحضر له. طبعا بس
الأطباق بدأت إنه تستوي إن شاء الله. دائماً تحبذ إنه بالرمان، يعني إحنا نشوف لو بالرمان الرائج بالرمان. بالرمان. بالرمان أكثر شيء، لأنه احنا غليناها على دبس الرمان مثل ما شفتي. نعم. ضفنا عليها الصوص يعني. طيب اذا ما كان موجود الرمان شنو نقدر نستعين به؟ نهى رمان يعني موجود، احنا الفاكهه موجوده يعني بكل المواسم عندنا، بس اذا ما كان اكو رمان نقدر نسوي اضلوع او نقدر نسوي اي طبعا. مو احنا ليش سوينا خيارات؟ هذه الخيارات لها. نعم. لهذا السبب. بسم الله ما شاء الله. شوف الحلو بالفخار شنو؟ بني خليلك الأكلة يعني تتهدى على كيفها يعني. عرفت شلون؟ خليني صورني إياها المخرج. بعد أرادلها شوية. لازم أخليها على نار هادية حتى تبدأ تستوي. بعد. طبعا هسه عدنا تقريبا استوت عندنا الطبق الاول اللي كان هو الصينيه طبعا حضرناها. مرعب شكل خرافي، شكل جميل جدا. شكله انه ما تقلب الدور مفتشي يعني سر السعاده. بسم الله. بسم الله. هذا الطبق الأول اللي كان هو ورق العنب بالضلع. إيه. الطبق الثاني اللي هو كان الباقلة، ورق العنب مع الباقلة. يعني دائما تخذ حتى تقدر انه تسهل طريقة جوافة شيء حار طبعا. لا لا جواف شيء على حتى لا ينكسر عندنا. تمام. حتى بالجدر الدس يعني القدر العادي يكون لازم انه استعمل هذه الطريقه. الطبق الثاني هو ورق العنب مع الرمان. طبعا الحلو بالفخار لانه هسه لو تبقيها بعد يعني نص ساعة تبقى حارة. تبقى حارة. يعني هذا الشيء الحلو بالفخار. ايه. يعني مو تضطر تحميها مرة ثانية. لا لا لا. هاي الطريقة السهلة انه تقدر تخليها بالصينية. ان
شلون؟ تقدر تخليها حتى تقلب. كشكل عدا الطعم بعد ما ضقنا الطعم راح نضوق نشوف. نعم شوية من الرمان. واو ما شاء الله. شوفي ال شوفي ال الشكل. شكل يعني كلش مرتب الرمان ولا الطبق الباقلة او الضلوع. هسه احنا عندنا ذاك صار هيش تدري ليش؟ لانه الباقلة كانت بالاسفل تمام وما خلتها تمسكها. عرفت شلون؟ قلت انه طبق الفخار يبقى نص ساعة الحار فربات المنزل يقدرون يستعينون به حتى يبقى اذا كنا حضرته قبل الفطور الفطور ربع ساعة تبقى حار. ما عندك اضافة الى بعد؟ شنو اللي راح تضيفه بعد لهم؟ نعم نضيف هاي للتقديم حتى يكون ارتب بعد، لان يعني عندنا الرمان اللي كان بالقدر الفخار استوى فنضيف رمان فريش يعني حتى يكون التقديم كلش مرتب. دبس الرمان شنو اللي ينطيها للورق العنب؟ نكهة قوية يتفاعل فيها طعم يعني قبل الطعم ينسجم مع ورق العنب. احنا ننسى ايضا ورق العنب هو اصلا بيه حموضة. اي فقلت لك هو ويا الحموضة يتفاعل. العصير شيء العصير امر رمان اليوم والليمون راح يكون شيء فاعل ويا طبق. هذا عندنا عصير الرمان خلي خليه هنا ان شاء الله عجبتكم وصفاتنا لهذا اليوم. طبعا كانت الوصفات كلش حلوه ورائعه. وصفه شويه متعبه بس كانت يعني وصفة من مطبخ موصلي قديم جدا. تقديم الشكل طبعا. ان شاء الله عجبتكم وصفتنا لهذا اليوم. نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج المطبخ الموصلي وياكم الشيف فارس وكل عام وانتم بألف خير. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين طبعا مثل ما شفتم اطباقنا اليوم كانت مميزة وكانت من الاطباق الموصلية المحببة لدى اهالي مدينة الموصل.
ومثل ما تشوفون أطباق يعني مرتبة ورائعة، وطريقة التحضير كانت أيضا طريقة سهلة. انتظرونا مزيد من الأطباق راح يقدمها الشيف فارس. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وإلى اللقاء.